مرحبكم من جديد مشاهدي الاعزاء، وشكرا طيب الصديق على هذا العمل الجميل واظهار هذا الابداع البيئي الجميل الموجود في السودان. والسودان بلد سياحي من الدرجه الاولى، والسودان من العشر الدول اللي هي اكثر يعني مناطق سياحيه موجوده في السودان، وكل مقومات السياحه هي موجوده في السودان. وهنالك الكثير بالتاكيد من دول العالم اعتمدت في اقتصادها اعتماد كلي على النشاط السياحي. اذا من باب اولى انه احنا نهتم بالسياحة وتعريف العالم بالسياحة والجماليات الموجودة في السودان بأشكال ومحاور السياحة المختلفة. عموما أقيمت ورشة للترويج السياحي والإرشاد يومي السبت والأحد الماضيين. نحن الليلة حنسلط الضوء على هذه الورشة وعن أهمية السياحة وأهمية لفت الانتباه للسياحة في السودان. معنا أستاذ أيمن البدري، هو ناشط في مجال السياحة. مرحب بك وصباح الخير. صباح الخير عليكم، صباح الخير على مشاهدي قناة الخرطوم، وإن شاء الله نكون خفيفين عليهم في هذا الصباح. مرحب بك أستاذ أيمن، وخلينا شوية كده نتكلم عن السياحة في السودان. طبعا معروف أن السودان من أكثر الدول الموجود فيها جوادب سياحية. نعم. قلما تتوفر في دول أخرى. نحن كان عندنا مشكلة في أنه نروج سياحتنا، يعني كيف نروج للسياحة اللي عندنا، وكيف نخلي العالم يشوف أنه نحن عندنا شنو من الحاجات اللي ممكن يجوا عشان يشوفوها. زي ما تفضلت أنه قيمة الورشة يوم السبت الأحد في وزارة الثقافة والإعلام، حاولنا نسلط الضوء فيها على حاجة اسمها الإرشاد السياحي. يعني شنو إرشاد سياحي؟ يعني مرشدين سياحيين. طيب، في دول كثيرة جدا في العالم اقتصادها مبني على السياحة. نعم. طيب، وممكن تكون ما متوفرة لها الإمكانات اللي نحن عندنا. نحن عندنا ما لو قعدنا نحسب عندنا شنو؟ نعم، ما حننتهي الآن. ما حننتهي. نعم. عندنا مشكلة في إنه حياتنا دي تظهر للناس، يشوفوا الثروة الهائلة اللي عندنا دي. فقصدنا من الورشة إنه نسلط الضوء على الحاجة دي ونتكلم عن إنه كيف نسوقها بصورة يشوف العالم بالشكل اللي احنا دايرينه. وطلعنا بتوصيات كثيرة. الورشة طبعا خاطرة. خلينا نتكلم عن أوراق العمل اللي ناقشتوها في الورقة. لأنه الجوازب السياحية زي ما ذكرت هنا هي كثيرة ما شاء الله موجودة، وبتحتاج فعلا لاستشاريين وخبراء في أنه إحنا نوصل كيف يعني مفهوم السياحة في السودان. صحيح. وكل مكنونات السياحة والجذب السياحي الموجود في السودان إلى العالم. صحيح. هو طبعا الورشة خاطبة دكتور جرهام وكيل وزارة الثقافة والإعلام. نعم. واتكلم عن انه في 39 توصية في مجال السياحة اترفعت لمجلس الوزراء لإجازتها وتقريبا أجيزت. طيب، المفروض يحصل شنو، او نحن قدمنا شنو في الورشة؟ نحن قدمنا محاضرتين، محاضرة عن الإرشاد السياحي، يعني شنو إرشاد سياحي وكيف نعمل الحاجة دي. ربما دي واحدة من الإشكاليات، يعني بنلقى في كثير من السياح كانوا في السابق بيجوا للسودان، لكن عدم توفر المرشدين السياحيين اللي بيقدموا المعلومة الكاملة. صحيح. للسواح. طيب. دي كانت إشكالية. الناس دي المفروض يكونوا موجودين وين؟ نحن المستهدفين لهم كنا منه وكالات السفر والسياحة، الفنادق كده. طيب، أنا حقول لك مثال، أو حقول مثال بسيط. لو جاني زول داري حجي السسكرة ماشي بور السودان في وكالة سفر عادية جدا، الموظف أو الموظف الموجود ما بيعمل غير إنه بيحجز له تذكرة وبيديها له وخلاص. طيب نحن قلنا شنو؟ أثناء ما أنت قاعد تحجز له في التذكرة كلموا عن بور السودان، ممكن يكون هو ما عنده فكرة، موديه شغل ماشي له ظرف ما، كلموا عن بور السودان. قول أنت قبل كده مشيت بور السودان؟ يا أخي ما مشيت. طيب أنت عارف إنه بور السودان فيها أنقى شاطئ بتاع غطس؟ أنت عارف إنه في منتجع اسمه منتجع كده؟ أنت عارف إنه يعني ولا نعمل بانفلت تعريفي؟ احنا السودانيين دي ما بنحب نقرا. نعم. يعني لو اديتني البانفلت حارميه، لكن وانت بتعمل له في اجراءات تحجز له وتذكرته وحاجاته، احكي له عن بور السودان. لو جه زول ثاني ماشي مثلا نياله، احكي له عن نياله. بدينا بالحاجه دي، انه في الوكاله او في الفندق او كده ما يكون بس انه تحجز تذكره وخلاص شلت قروشك ولا قصه. نعم. اديه معلومه، احكي له. هو اي ممكن يكون هو ما عارف. نعم. انت عارف انه بور السودان فيها مخباز ظريفه؟ انت عارف انه السمك اللي فيه؟ انت عارف انه عملوا جزيره اسمها
فنار سنجنيب عملوا فيه حاجه اسمها الغرفه الزجاجيه، بتمشي تشوف السمك وبرصبها. نعم. طبعا المويه بتاعتها نقيه، البحر الاحمر. نعم. فبدينا نعمل الحاجه دي. ده كانت المحاضره الاولى اللي هي اسمها الارشاد السياحي. نعم. كانوا فيها كل الناس اللي عندهم علاقه بالسياحه، اكاديميات طيران، شركات سفر وسياحه، وكالات، شركات شغاله في المطار في مجال السياحه. المحاضره الثانيه كانت عن انه الزول ده ذاته المسوق ده كيف يكون مسوق محترف. نعم. كيف يسوق حاجاته باحترافيه بحيث انه الزول اللي قاعد تسوق له ده ما يميل ويكون متشوق انه يعرف المعلومه الثانيه منك. أيوة. دي كانت المحاضرتين ده اليوم الاول. اليوم الثاني كان فيه نقاش من المختصين في المجال ده، اعلاميين وصحفيين في قنوات فضائيه كانت معنا. ناقشنا المشاكل فعلا، ضميناها ل 39 توصيه وطلعنا بتوصيه نسميها رقم 40. نعم. توصيه رقم 40. جميل. حنتكلم عنها ان شاء الله. اهم الاهداف العامه بالنسبه للورشه، هل هي تسليط الضوء فقط للترويج عن السياحه في السودان ام توفير بيئه سياحيه جاذبه للسياح؟ طيب. وفي المفهوم العام عندنا في ثقافتنا السودانيه احنا ما بنهتم بالسياحه. طيب. مع انه احنا ممكن نرفه عن انفسنا كسودانيين في مناطق ما عرفناها ولا شفناها قبل كده، اقرب جبل مره يعني هي تحفه فنيه بالنسبه للعالم كله. احنا كسودانيين محتاجين فرض برضو انه ننشر هذه الثقافه في مجتمعنا السوداني. نحن مش ما مهتمين بالسياحه، احنا انت اسئله مشيتي انت على مستوى اسرتك، مشيتي مكان عايزين تشربوا قهوة، لو يتعاملوا معك تعامل ما لطيف بتقول الناس زين ما بيجيهم تاني. أكيد. طيب ده أول مدخل من مداخل السياحة اللي هو كيفية ثقافة التعامل مع الزبون. نعم. ده عندنا اليوم شغل تاني براه. لكن دي من الحاجات الجميلة عندنا كسودانيين. يعني أنت لا أنت أي مكان بتمشيه في السودان بتلقى الناس بترحب بك ترحيب حار جدا، بتلقى انه يعني الايجابيه في التعامل الحلو من اي سوداني بتكون حاجه جميله جدا. مرات الزحمه بتاعت الشغل بتخلي الزول اللي جاي يستقبلك ده بكون هو مشغول بحياه ثانيه، فبيكون داري انت بس تقعد وبعدك يجي يشوفك. طيب نحن شغالين على الحته دي برضو. جميل. في 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 ورش عمل جايه هسه شغالين عليها عندها علاقه بالاتيكيت والتعامل مع الاخر. نعم. حتى دخلنا في اكبر من كده في انه اختيارك لالوانك حقه الملابس، الوان ملابسك، الوان طريقه وقفتك، طريقه كلامك، ولو قلت طريقه العرض ذاتها هي من الجوازات. طريقه عرضك. نعم. وكيف تتعامل مع الاخر بحيث انه ما تزعجه في نفس الوقت تجذبه للحاجه اللي انت دار تقدمها. نعم. دي شغالين عليها ان شاء الله، ورش حتكون جايه في بعد يوم 6. استهدفتوا كم كده من والله مستهدفين الناس ذوي الصلة اللي هم الناس الشغالين في مجال السياحة. وصل عددهم كم يعني؟ ممكن يكون هسي حاليا المسجلين عندنا أكثر من 300 من الناس الشغالين كخطوة أولى، من الناس الشغالين في. نعم. في مجال السياحة عندنا دورة تدريبية متخصصة عاملينها لشبطة السياحة. جميل. اللي هو بتتكلم في المجال ده إنه كيف تتعامل مع السائح. نعم. عشان نبدا نشتغل على موضوع. جميل جدا. اخيرا التوصيات للورشه. توصيات الورشه اللي هي قلت لك نحن عملنا توصيات حتبقى رقم 40. ال 40 هي شنو؟ لانه ممكن نقول طبعا كلها. لا حنبقى بس قلنا نسهلوا الاجراءات. الناس. نعم. كانت اجمعت كلها على انه يبسطوا اجراءات دخول السياح. نعم. لانه الاجراءات حاليا معقده شويه. حتى توفير الخدمات بالنسبه للسياح من ترحيل وغيره وغيره ومرشد سياحي وغيره، دي كلها امكانيات احنا محتاجين لها. خلينا نشوف جزئيه من الورشه ونجي نواصل ان شاء الله. أوكي.
الشعراوية مناطق تاريخية أثرية. الحضارة السودانية هي من أقدم الحضارات في العالم. حريم بنا جميعا كسودانيين كمهتمين بالثقافة وبالتراث وبالتاريخ السوداني أن نظهر هذه الثقافة للعالم. الحضارة السودانية أقدم من الحضارة الفرعونية، ولكن شوف الترويج للحضارة الفرعونية جعلها هي الأسبق للحضارات، والعالم كله عارف أن الحضارة الفرعونية هي أقدم الحضارات، ولكن الحضارة السودانية الحضارة المروية هي أقدم الحضارات في العالم، فينبغي علينا أن نظهر هذا الجمال لكل العالم. خلينا نتكلم عن التوصية رقم 40 اللي أنتوا أضفتوها لتوصيات المهتمة بالسياحة. نحن قلنا بس سهل لنا الإجراءات على دخول السائح. السائح أصلا في السودان هنا بيدخل عن طريق وكالة سفر أو شركة. طيب الشركة لما تعمل إجراءات السائح، الإجراءات معقدة وطويلة وبعيدة، كل إدارة في مكان لازم تجيب موافقة من كل إدارات. ليش الشغل ده ما يكون شغل السفارات في الخارج؟ والله أنا سايح عندك المناطق دي هي السياحية في السودان، ممكن تمشي لها مباشرة. السايح يختار من برا إنه هو ماشي، لما نيجي هنا يكون معلوماته معروفة ومعلومة وما يحتاج ذاته إنه هو يكون في إدارات مختلفة يتجول فيها. ما أنت لكن هو لازم عشان يدخل البلد لازم يكون على مسؤولية جهة ما. نعم. عشان بعدين لا قدر الله لو تعرض لأي شيء في جهة ما تكون مسؤولة. فهو بيدخل على شركة، على وكالة، على whatever. الشركات والوكالات قاعد تشتكي من 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 الإجراءات. هي الإجراءات واضحة بس الأماكن بعيدة ما موحدة. فنحن قلنا في التوصيات الرقم واحد تسهيل الإجراءات وتوحيدها. يعني عملوا لنا النافذة. في منطقة واحدة. عملوا لنا نافذة واحدة. يعني النافذة دي وراها في كمية من المكاتب، لكن أنا بجي بس بقدم ورقة في النافذة دي. نعم. وامشي بستلمه نهاية اليوم من النافذة من آخر النافذة. عشان أنا ما أمشي مشاوير كثيرة في إنه السائح ده يدخل، ممكن يسحق. يعني ممكن أنا بتكلم معاه كشركة جاية علي. والثاني ما يجيك خالص. أي أقول له إجراءاتك لسه في كده في الأجانب في كده، بيقول لي خلاص أنا خلي الموضوع ده شوية أنا ما. لما الإجراء يبقى بسيط وسهل. يعني في دول تانية بتديك كاونتر فيزا، انت داخل المطار بالدخول، بعد ما تدخل بياخدوا بياناتك كده، بعدين في جهة قنصلية او دبلوماسية بتتصل عليك، السلام عليكم انت فلان الفلاني جاي من دولة كده، طيب انت قاعد قدر شنو؟ نعم. وانت اوريدي عبيت استمارة في المطار انه انا قاعد مثلا اسبوع او 10 يوم، الهدف من الزيارة وماشي وين وحتزور وين، دي كلها اجراءات امنية اعتقد انها هي مفروض تكون للسائح وللبلد ايضا. بالضبط كده. السائح ده رسومه، نحن اتكلمنا في الورشه انه رسومه من اجراءات وتفاصيله بتاخد لها 200 دولار. هي ما برميل البترول زي ما قال دكتور جراهام ب 40 دولار. فالسائح بيجيب لي 6 براميل ولا 4-5 براميل بتاعت بترول. ايوه. فده بترول الحقيقي السياحه لو نحن اشتغلنا عليها. قبل شيء كنا بنشوف في فاصل سياحية من البجراوية. نعم. كنا بنتكلم عن إنه البجراوية ما فيها تأهيل. طيب ما فيها تأهيل لأنه ما في ناس قاعدين يمشوا كتير. طيب روج لو الناس أيوة روج لها عشان الناس تمشي، يحصل تنمية للمواطن، المنطقة الساكن هناك يقدر يبيع حاجاته، تحصل تنمية. الناس الحارسين المنطقة بتاعت البجراوية دي هم حارسين، هم دي أهلها. نعم. لما أنا أودي لهم سياح هم حيحصل لهم تنمية، يعني في دخل حيدخل لهم. نعم. من زيارات الناس، من الوفود اللي بتمشي وكده. نعم. نعم. وكل المناطق كده، يعني مش البجراوية بس، يعني لو مشيت البركل، لو مشيت السبلوغة، لو مشيت إن شاء الله. هذه الورشة هل تعتقد تأتي أكل الكويت؟ يعني لأنه أقيمت العديد من الورش في السابق وتحدثنا كثيرا عن السياسة السياحة والترويج للسياحة، وإن السودان يستحق أن يكون من الدول الأول في السياحة العالمية. طيب أنا دار أقول لك أنه هسي بقى في وعي حتى الشباب على مستوى هوات التصوير وعلى السوشيال ميديا، بيقوا شغالين بيصوروا حاجات براهم وبيرفعوها. فبدأت الناس في السوشيال ميديا تتكلم عن أنه المنطقة دي وين في السودان. نعم. والكلام دي وين دي هو الهاوي أخطر من المحترف. ليه؟ لأنه هو في النهاية كهاوي دار يصهر يعمل حاجة مختلفة والناس تعرفه، هو حيبقى محترف يوما ما. فبقى في وعي في الشباب هسه شغالين على الحاجة دي. نحن مع الوزارة، دكتور جراهام بيقول انه
الناس بدأت تفكر جادة في أنها تشتغل في الاتجاه ده في مجال السياحة. في مجال السياحة ده، وإن شاء الله قريب كده نشوف حركة سياحية إن شاء الله. عموما الحمد لله أنه في تحريك لهذا الأمر، أمر السياحة في السودان، وتقام يعني ورش عمل، والناس فعلا يعني تعمل على الاهتمام بالسياحة والترويج لها وتعريف العالم بالمخزون الثقافي والسياحي الموجود في السودان. وزي ما قلنا أن السودان زاخر جدا ما شاء الله يعني بكثير من المقومات السياحية. عموما موفقين إن شاء الله، ونتمنى أن في القريب نجد عدد كبير جدا من السياح يتجولون في مناطق السودان الجميلة، وبكده يعني نرفع شوية الاقتصاد السوداني، ويكون ده من الأولويات التي ستعيد الاقتصاد السوداني إلى سابق عهده بإذن الله. شكرا أستاذ أيمن البدري الناشط في مجال السياحة. شكرا جزيلا. تسلم كثير. نواصل هذا الصباح مع كل مشاهدينا الأعزاء.